رجع لنا مرة تانية سام ويربرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية اللي بينضم لنا من شرم الشيخ على تطبيق زوم. أهلا بيك في 90 دقيقة، وأهلا بيك في شرم الشيخ، وأهلا بيك في مصر كلها. وأولا لازم أقول ألو. الحمد لله، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. فعلا كنا نشعر غيابك من الشاشة، والآن نريد أن نستفيد أكثر من وقتك أشكرك. ومن الخبرة لديك. أشكرك أشكرك. سام، أنت موجود في شرم الشيخ، كيف ترى تنظيم مصر لمؤتمر المناخ كوب 27؟ نعم، إذن أولا الولايات المتحدة تريد أن تشكر مصر ليس فقط للتنظيم هذا المؤتمر المهم، وليس فقط للاستضافة، ولكن أيضا لكل الإجراءات والخطوات التي أخذتها الحكومة المصرية منذ سنوات بالنسبة لتغير المناخ. ولازم ندرك أن مصر فعلا دولة رائدة بالنسبة لتصدي تغير المناخ، ونحن نريد أن نشجع الدول الأخرى في القارة الأفريقية وفي أماكن أخرى لتحدثوا مصر بالنسبة مثلا الاستثمارات في الطاقة البديلة والطاقة الشمسية والطاقة الرياح. إذا نعم، هذا المؤتمر مهم جدا والتنظيم ممتاز. كنا نستمتع بالجو الجميل هنا داخل الغرف داخل المؤتمر، وأيضا خرج من المؤتمر في هذه المدينة الجميلة في شرم الشيخ. ولكن أيضا لازم نشير إلى كل هذه الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية منذ زمان بالنسبة لتغير المناخ. طيب سام، ما تعليقك على دعوة الرئيس السيسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية؟ إذا بدون شك نحن نتفق مع هذه الفكرة ونرحب ما قال الرئيس السيسي اليوم، لأن قبل شن الرئيس بوتين هذه الحرب الوحشية على الأوكرانيين، كنا من الجانب الأمريكي كنا نفضل المسار الدبلوماسي، وكنا نشجع كل الأطراف وخاصة الحكومة الروسية للجلوس على الطاولة للوصول إلى الحل الدبلوماسي وحل سلمي. ولكن بالرغم من كل الجهود التي بذلها الولايات المتحدة وحلفائنا، في نهاية المطاف الرئيس بوتين هو اختار المسار الأدواني. يعني الولايات المتحدة بترحب بدعوة السلام من قبل هذه الحرب، كنا ندعو للسلام لأن ليس هناك أي تبرير لهذه الحرب الوحشية من الرئيس بوتين. إذا في تاريخ منذ 80 سنة كنا نعيش بسلامة في القارة الأوروبية بدون هذه التدخل التي نراها الآن من رئيس بوتين. وفعلا هي ليس فقط الحرب الوحشية على أوكرانيا، ولكن هي الحرب والهجوم على المبادئ الدولية التي كلنا منذ تقريبا أكثر من 80 سنة كنا نتفق عليها، الولايات المتحدة ومصر وروسيا ودول أخرى كنا نتفق على المبادئ الأساسية، ومنها حق لأي دولة أن تعيش بسلامة وسيادة بدون تدخل من الدولة الأكبر بقوة. طيب سام، يعني ماذا عن حجم التمثيل الأمريكي في هذا المؤتمر؟ نعم، إذا كما رأينا الوجود الأمريكيين حائل جدا، وسنرى مثلا في نهاية الأسبوع تقريبا يوم خميس أعتقد أنه يوم 11 سنرى زيارة الرئيس بايدن، وفي هذه الزيارة هو سيؤكد بدون شك على أهمية هذا المؤتمر، ولكن أيضا أكثر من ذلك هو سيؤكد على أهمية العلاقة الثنائية وقوة العلاقة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة. ولكن قبل هو سيجي رئيس بايدن، لدينا الآن تقريبا يعني تتوقع أن قمة شرم الشيخ هتخرج بنتائج إيجابية؟ نعم بدون شك، من اللازم لأن حان الوقت الآن للتطبيق ولتنفيذ، وإنهاء الوقت للكلام والخطابات والتخطيط، لا، حان الوقت الآن للتنفيذ والتطبيق، ونتوقع أن تكون مبادرات ومشاريع جديدة معلنة هنا في هذا الأسبوع في شرم الشيخ.
أنا بشكرك جدا سام ويربرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية على كل هذه التوضيحات والمعلومات والتفاصيل بشأن استضافة مصر المؤتمر المناخ اليوم، وأيضا ما أثاره الرئيس السيسي خلال كلمته.